راه حشومه راه عيبوا على الراد البلاد ديال الكفاره ما تيديروش هذا الشيء هذا. المسؤولين السيد العامل بشكل خاص والسيد الوالي لان قدمنا له شكايه مكتوبه ما كيردش علينا. بغينا شي مسؤول يكون عنده الشجاعه وعندو الجرأة اللي يجي ويهضر ويعطي الناس جواب مقنع ماشي الوعود الكاذبة. بغينا شي مسؤول يكون عنده الشجاعة وعندو الجرأة اللي يجي ويهضر ويعطي الناس جواب مقنع ماشي الوعود الكاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أمام العمالة في مدينة سلا كان نرفع الصوت ديالي مرة أخرى وأجدده وسوف أبقى أرفعه إلى أن نأخذ حقنا أو نلقى الله عز وجل ونحن نطالب به. الوالد ديالي واحد من المتضررين من التعسف في استخدام السلطة من طرف بعض المسؤولين اللي قصوه من الاستفادة من المشروع الملكي ديال سوق الصالحين في مدينة سلا. الأب ديالي 45 سنة وهو يملك محلا تجاريا. أحصي في من أحصي من لجنة الإحصاء جاو لقاو لجنة الإحصاء وسجلوا السمية ديالو وراهم الحانوت ديالو وصوروه مع الحانوت ديالو وصرح لهم بأن المحل ديالو كان داير فيه مقهى بلدي كآخر عمل ديالو كان داير فيه دجاجين آخر مرة كان فيه قهوة بلدي. صرح لهم أن داير فيه قهوة بلدية. كان تفاجؤوا لما كان الانتقال الأولي ديال سوق صالحين غادي ينقلوا الناس من او التجار من سوق صالحين الى مكان اخر اللي كان حد قرب السماره باش يبداو الاشغال ديال البناء. كنتفاجئ بان الاب ديالي غير مذكور في اللجنه ديال الاحصاء. ملي كان القائد كيريب جينا وقفنا عليه وقلنا ليه سيد القائد راه الوالد ديالي واحد من الناس اللي عندهم محل تجاري وهو قدامك انت كتشوف المحل ديالك وكنطالبوا بانه ياخذ المحل ديالو. قال لي باعلى صوت قدام الناس قال لي الاب ديالك وقع لنا خطا اداري وهذا الخطا غادي نصلحوه ملي كان الاحصاء راه وقع شي خطا وحنا نصلحوا الخطا وغادي ننتظر ان شاء الله واحد اللجنه وغادي يجي غياخذ القرعه ديالو مع الخضاره هكذا قال لنا. فغنكتشفوا بعد مرور الشهور والسنوات انه كان كيطول ويمدد في الوقت باش يجي مثل هذه اللحظه باش يغادر يجي الانتقال ويمشي ويخلي المشاكل ديالو القائد اخر. انا قبل شهر تقريبا مشيت عند الباشا لما دخلت عنده قال لي هذه الكلمه هذه قال لي انا جديد ما عارف شيء المشاكل اللي هنا. قلت له سيد الباشا انا ما كنتعاملش مع اشخاص حنا كنتعاملوا مع اداره. السيد القائد كنطلبوا مواجهه معاه عندك هنا ولا في العماله تكون اللجنه حاضره يجلسوا قدامنا فيها الامناء فيها الجمعيه ديال سوق الصالحين فيها الممثلين ديال السلطه المقدميه اللي كاين تما يقولوا واش با عنده حانوت ولا ما عندوش حانوت. الا كنا ما عندناش حانوت با ما عندوش حانوت اسيدي عاقبونا باش ما بغيتو حكموا عنا باش ما بغيتو وإلا كان عندنا حانوت عطيونا حانوتنا. فلا يعقل ان المسؤولين الكبار السيد الوالي والسيد العامل والسيد الباشا كيشهدوا بلي كاين خروقات ما شفنا حتى شي حد تعاقب. اجراءات وحده اللي دارت شنو هي انه بعض الناس اللي خداو خمسه سته المحلات انتزعوا لهم بعض المحلات واقتصروا على محل عدد اقل. لكن كاين خروقات كثيره من بينها ان الناس اللي كيستحقوا تقصاو. فشنو الاكراه اللي وقع لهم شنو الاحراج اللي وقع لهم معنا حنا هو ان الحانوت ديال با تباع تعطات فيه الرشوه وتباع لانه تحصى. فهما الا بغاو يردوا لنا خص يحيدوا لشي حد ما عارفين لمن يحيدوه. فانا كنرفع صوتي للمسؤولين السيد العامل بشكل خاص والسيد الوالي لان قدمنا له شكايه مكتوبه ما كيردش علينا خاص يكون عندنا جواب. تم رفض طلبكم للاسباب التاليه او تم قبوله للاسباب التاليه او عندنا اجل معين خليتونا في واحد الوهم حتى القائد غيمشي في حالته يجي قائد اخر يقول لك انا ما كنعرفكمش. حنا كنعرفوا الملك نصره الله وايده كنعرفوا القانون كنعرفوا الدستور وكنعرفوا ان الحق لا يموت ما كيموتش واخا يموت حتى مولاه ما كيموتش الحق. راه غنطالبوا بهذا الحق ديالنا في الدنيا وغنطالبوا به في الاخره. الله يجازيكم بخير انظروا لينا بعين الرحمه وبالعطف. السلام عليكم خويا. حنا دابا راه جينا واقفين قدام العماله. المهم راه الناس واقيلا حفظوا وجوه ديالنا في الفيديوهات. حاليا راه باقيين ما داروا مع الناس حتى شي حل. الناس عندهم شواهد اداريه. الناس كانوا كبروا زياده وخلوق في ذاك السوق ولا الدوار ما استافدوا حتى شي حاجه. الناس ضاربين 30 عام 40 عام في ذاك السوق ما استافدوش. كنا كنتسناو سعاده القايد يدير مع الناس الحل تيوعدهم اللي تيتلاقى معاه تيوعدو وتيبقى يحلف ليه هذاك الحلوف ديالو ديال اللي هذيك الوعود الوهميه اللي وهم بها الناس راه ما دار مع حتى شي واحد شي حل. المهم هاد السيمانه دارت فاجئنا بهذا السيد هذا راه دار حولوه
يعني بداو لواحد البلاصه اخرى، يعني هز يدهم المشروع، يعني بغينا حنا نشوفوا المآل ديالنا، المآل ديال الناس اللي معنا شنو هو؟ هاد القايد اللي كان تيوعد الناس كان باقي عندهم واحد الامل غيدير معاهم شي حل وغيدخلوا لحوانتهم وما يضيعوش رزقهم ورزق وليداتهم، هو هاد القايد مشى. الحل ديال هاد الناس شنو هو؟ بغينا شي مسؤول يكون عنده الشجاعه وعنده الجرأه اللي يجي ويهضر ويعطي الناس جواب مقنع، ماشي الوعود الكاذبه. هاد الوعود راه حنا خمس سنين هادي وحنا تنسمعوا فيها، وتيحلفوا لنا بالله كاع كتاب الله تيحلفوا به وما تيطبقوش، يعني راه ما كاينش شي حاجه غنبقاو نثيقوا في شي واحد اللي تيحلف بالله وما طبقش معاك وهو مشى بحالاتو. اجمع داكشي اللي بغى يجمعوا باش يعيش هو ولادو ولاد ولادو. هاد الناس راه ماشي مهم عندهم هما ولادهم يتشردوا يضيعوا. الناس كاين اللي ما قرا مدخل ولادو للمدرسه لا والو، عامين ثلاث سنين ضاعوا. هاد الناس في هاد التحول ديال الدوار جديد ديال الدبرارك وديال سوق الصالحين، الناس راه تشردوا ديال بصح. انا واحد منهم، انا راه زياده وخلق في الدوار، راه عندي 33 عام، كبرت زياده وخلق في الدوار، قريت لداكشي اللي قسم الله، ما جابش الله في الخدمه، اتجهت للتجاره. الوليد كان عنده الحانوت راه ما خدا ما استافد منه حتى حاجه، انا راه ما استافدتش من السكن ديالي، حيت المهم هذا المشكل ديال هذا الشيء ديال هاد الخواضات وهذا الشيء اللي تيديروا، وهذا البيع والشراء اللي تيديروا راه بدا في التحول ديال الساكنه ديال دوار جديد، الناس راه ما كانوش في الدوار واستافدوا بقاعي في جي سيدي عبد الله، والناس اللي كانوا ما خداوش، وكاين الناس مشاو للحبس، منهم الوالد ديالي، منهم الاخ ديالي، بزاف ديال الناس ضربوا الحبس. تيطالبوا بحقهم. تيطالبوا بحقهم، ما خداوش الحق ديالهم في السكن. شنو انتوما؟ انت هضرتي على حقك في السكن. ما استفدتيش السكن غتهضر على حقك غتمشي للحبس، حيت دابا هذا هو الوسيله الوحيده باش يضعروا الناس، باش يضعروا الدرويش. بغينا شي مسؤول يكون عنده الشجاعه وعنده الجرأه اللي يجي ويهضر ويعطي الناس جواب مقنع، ماشي الوعود الكاذبه. بنادم خدام غا باب الله، يعني نهار تيصور نهار ما تيصورش غادي بداك الشيء اللي قسم الله. يعني هاد الناس هذا راه الحل الوحيد ديالهم شنو هو؟ انهم يوعدوا الناس بوعود كاذبه، ولا ان بنادم ملي تيزيد يبقى يدافع على حقه بواحد الطريقه اللي مباشره راه تيصيفطوه للحبس باش يبردوه ويبردوا الناس اللي معاه. حنا بغينا شي مسؤول، تنتمنى من جلاله الملك محمد السادس الى شاف هذا الفيديو هذا، وشي مسؤول يكون شريف وعنده الغيره شويه على هذه البلاد هذه. هذه البلاد هذه راه سيدنا الله ينصره راه غادي بها لقدام، ولكن راه المسؤول اللي تيشد شي منصب راه غادي بها اللور. بغينا حنا بغينا شي مسؤول عنده شي شجاعه وعنده الشرف المهني ديالو يجي يدافع على هاد الناس ويعطيهم الحقوق ديالهم، حيت كافانا من العابات، كافانا من هاد الشيء الخواضات، راه الناس عياو، انا حنا بغينا نزيدوا لقدام، حتى حنا راه بلاد ديالنا تنغيروا عليها، وحنا واش ما حنا خفات عنا حنا نمشيو نديروا لجوء لشي بلاد؟ واش حنا خفات عنا هاد الشيء اللي تيديروا هاد الناس اللي دابا الناس اللي ما عندهمش غير على بلادهم تيدير اللجوء بواحد بشي طرق؟ راه الناس عارفين هاد الشيء، انا بغينا شي واحد شي مسؤول يكون عنده كرامه وعنده الغيره على بلاده كما حنا عندنا غيره على بلادنا يعطي حق لهاد الناس هادو. حيت الا جيتي تشوف ودورتي الفيديو ودورتي الكاميرا غتلقى اصغر واحد واقيلا راه يمكن هو انا، راه الناس راه عندهم 60 عام 70 عام وفين يمشي هاد السيد هذا؟ وراه حتى الخدمه ما تقبلش عليه، وانت شردتي يديتي ليه حانوت وديتي ليه السكنه ديالو، واش غيخدم؟ راه 60 عام ما غتخدموش شركه، ما قاريش مسكين، الناس ما قاريش يعرفوا التجاره، حل عينو النهار الاول في التجاره، تيعرف غير التجاره، منين ديتي ليه انت الحانوت ديالو، فين غيمشي؟ اي راعي ومن هاد الناس هادو، راه كل واحد في هادوك الناس اللي الناس كبار، راه عنده خمسة الافراد، ستة الافراد تيشرف عليهم، كاين اللي عنده معاقين، كاين اللي عنده الكرا، راه حشومة راه عيب وعراض البلاد ديال الكفارة ما تيديروش هاد الشيء هذا، والله ياخذ الحق، وبغيت شي مسؤول يكون عنده الضمير ديالو وعنده شي ضمير حي باقي ليه في الداخل عنده، يتدخل ويحل المشاكل ديال هاد الناس هذا، حيت القايد اللي كنا طامعين فيه انه يحل هاد المشاكل، راه بقى الناس بالوعود الكاذبة راه مشى بحالاته، راه دا الميزانية ديال داك سوق الصالحين كاملة فركتها، وكاملة قسمها قطع حوان تباعهم، دا داك الشيء اللي خاصو يدي، والله ياخذ فيه الحق، وحنا ما نسامحوا لا دنيا لا آخرة، وبغينا شي مسؤول يتدخل، ولا إله إلا الله.